سامح مهران النهارده في السفاره المصريه بيدلي بصوته برضو في الانتخابات الرئاسيه. حضرتك كنت حريص انك تدلي بصوتك هنا، ما استنيتش انك ترجع. يعني زي ما كل المصريين اتفقوا على مزاوله حقهم الانتخابي والمشاركه في الانتخابات الرئاسيه، كلنا اتجمعنا في ظل مهرجان قرطاج المسرحي وجينا السفاره المصريه واستقبلنا افضل استقبال ممكن حد يتخيله، وأدينا بصوتنا المنتخبي بكل شفافية وصراحة، وده يعكس قد إيه اهتمام المصريين بالانتخابات الرئاسية ومشاركتهم في الحياة السياسية المصرية. شكرا يا دكتور.